نيابة عن الفريق التلفزيوني الفني بقيادة المخرج القدير الأستاذ طارق أحمد ريري في هذه المباراة التي تجمع الاتحاد من جدة والهلال من الرياض، وذلك ضمن مباريات الإياب ضمن المربع الذهبي من مسابقة كأس دوري خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله. أمامكم طاقم التحكيم الذي سيقود هذه المباراة، حكم الساحة الدولي محمد الشريف، يساعده رجل خط أول محمد الحركان دولي، ورجل خط ثاني دولي حسين الحساوي، وحكم رابع ناصر الحمدان أيضا دولي، ويراقب المباراة فنيا الأستاذ صالح غلام، وإداريا الأستاذ يوسف فروان. القرعة يجريها حكم الساحة محمد الشريف بين قائدي الفريقين أحمد جميل الاتحاد ويوسف أثنيان الهلال. أهير الاتحادية والهلالية خاصة طويلة ناحية سامي الجابر داخل منطقة الجزاء، جون زاكي اللي يتفوق كامبوس تلع اثنيان خطأ للهلال، هذا يوسف اثنيان 80 مباراة دولية، يوسف اثنيان لاعب صاحب خبرة كبيرة ومن اللاعبين الحقيقة الذين يملكون مهارة عالية ولاعب فنان موهوب اثنيان، موهوب اثنيان. كانت مشتركة بين قبل المباراة، طبعا هناك أكثر من خطة بيلعبها المدرب، أكثر من خطة، ليست هي 4-5-1 لا. نتابع، كان تصفيات كأس العالم في سؤال مجموعة دالة. ركنية للهلال، خالد الرشيد، تعادل بدون أهداف حتى الآن. اللاعب الركنية لافة بالرأس وبالمرمى، بالمرمى يسجل الحسن نمشان، النمشان يحط جون في المرمى، هدف للهلال بيسجله بالرأس من داخل منطقة الستة ياردة، هدف هلالي في الدقيقة 12. حسن نمشان طويل ارتقى إلى أعلى فوق ويحط كرة بالرأس في المرمى ويسجل الهلال الهدف الأول بعد مضي حوالي 12 دقيقة. 1 الهلال لا شيء الاتحاد، 1 الهلال لا شيء الاتحاد. هذه عادة هنا شوفوا مرت من فوق يد آدم محمد نور في المرمى ويتقدم الهلال على شقيقه الاتحاد بهدف واحد من حسن نمشان فوق حسن في المرمى، وهدف جميل بالرأس من حسن نمشان. هذه عادة مرة أخرى من زاوية أخرى، شكرا للزملاء وشكرا للمخرجين الأستاذ طارق ريري بيعطينا الهدف من جميع الزوايا. طبعا الأهداف حلوة. يوسف خميس ماشي، يوسف اثنيان بيعدي بمهارة، كرة خطرة للهلال ناحية أحمد دوخي مع أحمد خريش، صريحا كل الهلال متراجع في نص ملعبه، دفاع منطقة وبيطلع بشكل جماعي في ناحية الانتشار عندما يستحوذ الهلال على الكرة. اثنيان رمية جانبية، أحمد جميل 10 هدف، والتنافس قوي ومثير بين الاثنين. يوقع طبعا من الأهلي تلعب اثنيان، وأين سيكون موقع حسن اليامي؟ يوسف اثنيان بيسدد، يا سلام حلوة يوسف، حلوة واحدة من التسديدات الجميلة ليوسف اثنيان، ومطلوب التسديد، مطلوب التسديد، هذه الكرات حلوة جميلة، ويا ما شفنا أهداف بهذا الشكل من التسديدات الجميلة الحلوة. لو أتذكر شايف شويش اثنيان، ربما يكون في تغيير، ربما يكون في تغيير. اللاعب كرة بينية زاكي، يحاول يعدي زاكي مع أحمد جميل وداخل منطقة الجزاء وسدد قوي، هجمة الهلال ناحية اثنيان يسدد، يا سلام تسديدة حلوة من بعيد وثاني تسديدة من اثنيان الى خارج الملعب ضربة مرمى. الهلال بيكثف منطقة الوسط باكبر من الهلال الى اثنيان صاحب المجهود الكبير، وخطأ ليوسف اثنيان. سامي لخط المقدمة لمساندة زاكي في بعض الاحيان، هذه هجمة للهلال ناحية سامي، حاول يعدي مع عبدالله ريحان وبيعدي مثل العويران ليوسف اثنيان. 45 دقيقة انتهى الوقت الأصلي، وبينية سريعة، كثافة عددية للهلال، واثنيان لجون زاكي
سامي طويلة ليوسف هناك في مكان جيد الثنيان وما أمامه أحمد جميل وداخل منطقة الجزاء يسدد وتفلت وجون زاكي وأخيرا الخلاوي إلى خارج الملعب. كورة حلوة الثنيان عد فيها أو سددها بشكل جميل. شوف هذه عادة هنا هذه عادة هنا وأخيرا إلى خارج من حسين المسعري بيمرر إلى يوسف الثنيان يحاول يعدي الثنيان بيعدي أجمل الهلال تتمرر راية وتسلل بشكل جميل جون زاكي إلى الثنيان يحاول يعدي يوسف يعدي من واحد ومن اثنين وينقو كرة في المكان الفاضي لتركي الصويلح جون زاكي للثنيان واحد واحد طويلة الثنيان ناحية سامي الجابر وكرة خطرة وهجمة سريعة للهلال داخل منطقة الجزاء يسدد وفي يد آدم محمد نور سريع يلعبها ضربة مرمى يأشر رجل خطوة محمد الحركان ضربة مرمى واحد واحد الوقت بدل الضايع طبعا وقت مهم وقت حذر جدا يعني أي هدف الآن بيكلف كثير سجل الاتحاد هدف يلعب وقت إضافي لو سجل الهلال هدف بيكسب المباراة وبالتالي طبعا يكون فاز في مجموع المباراتين الذهاب والإياب شايف الثنيان كارت أحمر ليوسف الثنيان لأنه عنده كارت أصفر يوسف الثنيان عنده كارت أصفر في الشوط الأول عنده كارت أصفر وطبعا أعطاه الحكم هنا كارت أحمر في الوقت بدل الضايع الوقت بدل الضايع بياخذ الشارة طبعا الكابتنية وقيادة الفريق الهلالي عبد الله